خليهم مشغولين فيه، واخر هم يلي له عندي شيء يجي حاسب. مها المصري ترند من جديد. مفروض عم حضر العمل بدبي. كل فترة بترجع العناوين وبتتداول اسم مها المصري اللي بتقتصر إطلالتها على جمهورها عبر السوشيال ميديا على بعض الصور والمعايدات من فترة للتانية. مدام مها، عم نكلمك من تركيا، عم تقضي إجازتك هناك، فطمنينا شو الأخبار عندك؟ تمام تمام تمام، رواء بتجنن. ففي الوقت اللي بنتها دي ما بيعها بتقضي أجازتها في البحر الميت في الأردن، مها بتعيش أوقات حلوة مع عائلتها في تركيا بعيدا عن الأضواء. أنا هون عند بنت أختي تركيا. أول شيء سلمى لأنه كانت هون، كانت عم تصور، قعدت أنا وياها شيء 4 أيام، هي نزلت على الشام وأنا كملت. بس رجوعها للشاشة بقى قريب، فجمهورها اللي مستنيها بعد ما قدمت لهم مسلسل بروكار في رمضان 2020 هيكون على موعد معاها قريب. المفروض عم حضر العمل بدبي إن شاء الله بشهر 11، هذا المفروض. هلا شو بصير شيء بالشام، يعني في مفروض شغل بس لسه ما فيني أحكي عنه لحتى بتعرف، يعني الواحد بس تكون الأمور واحد قاري ناس، يعني الكلام الواحد ما في خبر عنه. والخبر ده اكيد هيسعد متابعي مها المصري على انستغرام اللي دايما بيسالوها عن مواعيد اعمالها اللي جايه، وبيتفاعلوا بشكل كبير مع المقاطع اللي بتنشرها من اعمالها اللي فاتت. شوف شكري، اذا قلبك على البيت وخايف مني اتصرف فيه مثل ما بدي، بحب طمنك انا هلا ممكن اوقع لك عقد بيع باسمك بدون ما اقبض منك ولا فرنك. والتفاعل الاكبر هنشوفه على المقاطع اللي بتنشرها من مسلسل مرايا واللي شاركت فيه على مدار سنين مع ياسر العظمه. اتفضل، هاي مفتاح البيت الجديد وأنا اللي علي ساويته ومهمتي انتهت. خلص؟ لا ما خلص. نعرف صداقتك مع الفنان ياسر العظمي، ليه ما شفناكي بالسنونو؟ حبيبي حكينا يعني أنا والأستاذ ياسر، صراحة ما كان في دور مناسب. هلا الأستاذ ياسر ما حيحطني بأي مكان، فإن شاء الله بالشيء الجاي يعني حيكون في شيء. وفي الوقت ده السوشيال ميديا والصحافة انشغلت مؤخرا بالتركيز على جانب تاني من حياة مها، فرجعت لانتقادها على شكلها بعد الصور دي اللي شاركتها من رحلة تركيا. اولا كان تمي التهب، طالع لي تقبيل هيك، بتعرف تغيير جو، فكنت مغطية بالمكياج. لك صورت طالع على هي سبنجة وتلفريك وبرد هيك صور. أنا صلي زمان ما نزلت أصلا، تصورت ونزلت. وهي ما توقعتش أن صور هتتسبب في كل البلبلة دي. ناس عن جد ما بعرف هالبشر، يعني والله الكلمة الطيبة صدقة صح. فأنا يعني الصور يعني أنا اللي منزلتها، ما حدا غير، يعني ما حدا مصورني وما حدا منزلها، أنا منزل. تعرف تسمى أنت بتصور سيلفي، ما مثل ما مثلا أنت بتقعد تكون جاهز أنك تتصور ومحضر حالك. فالصور أنا منزلتها، ما حدا غيري نزلها، ما حدا سرق لي صورة منزلها. شفت يعني قريت هيك كم تعليق وبعدين سكرت وصدقت، حكيت يلا برافو ترند، يلا حلو. حولوها القصة من صورة سيلفي لعملية تجميل. لا حول ولا قوة. وبتركيا يعني عرفت، والله كنت أعمل شعري بس أجلت. وبالروح الرياضية دي اتغاضت مها عن الموضوع وتجاهلته. ربيع آخر هم يا حبيبي، يعني يلا عم لك تريند تريند منيح، يلا بيرجع الواحد هيك بيعمل له حركة. فدي مش أول مرة إشاعات عمليات التجميل بتلاحق مها المصري. لا عم تقطني بشي اللي قدمته، تقطني بفني، بس هذا الكلام كلام فاضي. يعني كنت قبل ايه، يعني كنت قبل تعرف فترات ماضية ومدري شو، اتأثر واتضايق ومدري شو، بعدين هلا اضحك اضحك اضحك. فجمهورها هو اللي بيدافع عنها وبيرد من خلال التعليقات والتغريدات. يعني قديش الراضيين وقديش المحترمين، فهنا ردوا عني، فنزلين من اعمالي، من اعمالي كل شيء شغلات يعني عملتها، وقالين لما كنت حاسبه الواحد حاسبه على فن، وعيب هذا الكلام يعني، بس الطريقه كثير محترمه وراضيه. اما هي فبالكلمتين دول ردت على كل اللي انتقدوها. خليهم مشغولين فيني، واخر همي يلي له عندي شيء يجي حاسب.